مباراة الرجاء لأنه مباراة نشوية قريبة في الوقت، هو يصير دوفار يعني على حساب لي بليسور ديالنا ولي تاع لي جوار إن شاء الله بكونسلطاسيون مع الستاف ميديكال ديالنا ولي زاكومبانياتور تاع الستاف تكنيك، وغادي ندخلوا نلعبوا المباراة ديالتنا يعني مباراة كأس تيخص الإنسان يعطي فيها لو ماكسيموم، و أبري سا باس و سا كاس كرة القدم هي هادي متعة الكأس هي هادي، ندوفر نوتر ماتش بلا خوف بلا يعني بلا حتى شي بوكو دابريونسيون. بطبيعة الحال تيخص الإنسان يكون ذكي في التعامل، نتمنى أنه كما قلت اللاعبين ديالنا يوفقهم الحظ ويكونوا في المستوى ويكونوا جاهزين لا بدنيا ولا ذهنيا إن شاء الله.